نشرتنا الأخبارية متواصلة وفيها أيضا: مجلس القيادة الرئاسي يناقش مقترحا لتشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية وأخرى لمشاريع التنمية والإعمار. لقاء بالعاصمة عدن يبحث تثبيت دعائم قضية الجنوب من خلال مسار الحوار الجنوبي في الداخل والخارج. اليمن تعبر عن تعاطفها مع الإمارات جراء تضررها بالحالة المدارية الأخيرة. وعودة الانقطاعات المجحفة للتيار الكهربائي بمدينة المكلا وضواحيها.